إنه موسم عبد الله أمغار نسبة إلى الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار الذي تشهر به منطقة دكالة، موسم يجمع الدين والتراث القديم للمنطقة ويعرف بتقاليدها الضاربة في القدم. هذا الموسم هذا اللي كيعرف واحد عدد كبير ديال التظاهرات دينية ثقافية، الصيد بالصقور، هذا الموروث هذا اللي كنوجدوا الا في موسم ديال مولاي عبد الله، وركوب الفرس التبوريده كما كنقولوا. يقدم الموسم لزواره عروضا في الصيد بالطير الحر او الباز، وهو طائر مغربي المنشأ تسهر على تربيته وترويضه قبائل مغربيه عديده. نقوم بالحفاظ عليه ونقوم بها التراث ونعرف بها التراث لهاد الزوار ديال الموسم، حيت كاين الشخص اللي كيجي لعندك وكيقول لك واش هذا نسر؟ كتقول له لا، هذا راه طائر، وكيفرح ملي كياخذ وكياخذ به صوره تذكاريه. اما حجر الزاويه فهو الحصان، هنا تنضم عليه القوافي والاشعار في عشقه وتكتب البطولات. الشاب أسامة ذو 16 عاما جهز نفسه لقيادة فريقه من الفرسان أو السربة كما تسمى هنا. كنركبوا حنا كاملين كأخ وكأب وككل شيء، وهذه الهواية اللي كنحبوها حنا من الصغر ديالنا. نحو 2000 فارس من مختلف جهات المملكة عادوا إلى الحلبة بعد سنتين من الغياب بسبب فيروس كورونا، في وقت تتوقع اللجنة المنظمة أن يصل عدد زوار هذه النسخة إلى 4 ملايين تقريبا. يشهر موسم مولاي عبد الله أمغار بكونه الموسم الأكبر من نوعه الذي يعرف بثقافة منطقة دكالة وتراثها القديم في الفروسية، ويطمح منظموه إلى جعل موسما عالميا وتراثا غير مادي تصنف اليونسكو ضمن سجلاتها وتحميه. عبد الصمد الجدوي، العربي الجديده.